أحباب الكرام، ومع المتسابق الثالث لحلقة اليوم، وهو طالب عبد الله عيسى جناحي من مركز أبي بن كعب. شو أخبارك عبد الله؟ شلون الاستعدادات؟ الحمد لله. جاهز إن شاء الله؟ الله يسر أمورك يا رب. أبو حسين تفضل. جاهز يا عبد الله؟ ما في خوف؟ إن شاء الله خير. طيب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ من قوله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين
الله.